السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا. الحلقة ديال 28 في شهر 12. هذه الحلقة يا إخوان الخبر الأهم فيها هو القانون ديال الميزانية. البارح في الليل تم التصويت عليه رسميا، لذلك بقى لي واحد المرحلة أخيرة في مجلس الشيوخ خاص يدوزها قبل 30 في هذا الشهر، يعني بقات يومين باش يساليوا هذه المرحلة الأخرى. هذا القانون ديال الميزانية رسميا فيه الشيك ديال الأطفال. غنتكلموا على القوانين اللي في قانون الميزانية من أجل تسهيل العمل للشباب والنساء. الشباب كنعنيو ما تحت 35 سنة، والنساء غنشوفوا المساعدات اللي الدولة غتعطيهم للشركات باش يدخلوا العيالات ويدخلوا الشباب للخدمة، في حين أنه غنتكلموا في نفس الفقرة يا إخوان على إصلاح البيت. انت يا اخي ولا يا اختي باغي تصلحوا البيت والمنزل ديالكم بالدليل وبالبرهان، غنوريكم يا اخوان داك الشيء بالدليل، يعني الا عندك شويه ديال الشك بالدليل. غنوريكم الايميل بشركه تواصلت معاها وغنشرح لكم كل شيء. الا كان هذاك السوبر بونص ديال تشانتو ديال شيبر تشانتو 110% خاص غير بالباراتسوات، كاين واحد اللي خاص بالبارطمات، يعني البارطما ديالك وسط واحد البلاصو، انت باغي تصلح البارطما، باغي تصلح فيها الدوش كوزينه، باغي تبدل الجليج، باغي تبدل الامبيانتو ديال الضو ديال الغاز ديال الماء. الاخوان جميع هذا الشيء بالدليل وبالبرهان. تفرجوا في هذه الفقره غنوريكم كيفاش ديروا باش تصلحوا الدار بنصف الثمن، النصف الاخر غتخلصوا الدوله بطبيعة الحال إخوان بالدليل. وفي خبر آخر اللي ممتاز وزوين صراحة بزاف، خبار ديال الخير على الجلبة ديال أسترازينيكا، الجلبة اللي معول عليها المغرب ومعول عليها الاتحاد الأوروبي. كاين خبار زوينة بزاف غنشوفوها، وفي نفس الوقت غنطرقوا لهذا الموضوع. وأول حاجة غنبغي نقول لكم هو أنه لحدود الساعة ما بغيتكمش أنكم تقولوا سفيان قال بلا أنه باش تسافر خاصك اللقاح، لا، كنقول لكم بلا أنه العديد من الشركات ديال الطيران وكثر من 2000 مطار في العالم حاليا منخرطين في واحد التجربه ديال 4 تطبيقات اللي غتكون في الهاتف ديالنا. هاد التطبيقات غتقول لهم واش حنا جالبين ولا واش حنا عندنا تحليله. لذلك يا اخوان اخبار كثيره بزاف، وبطبيعه الحال راه شحال من خبر ما طرقتش ليه، غنطرق بطبيعه الحال للخبر ديال الكوريري لا سيرا. رئيس التحرير طلب من رؤساء الاحزاب انهم يجلبوا، غنشوفوا الاجوبه ديالهم. كلهم جاوبوا بنعم الا جوج رؤساء الاحزاب، راه باين معروفين اخوان. وتحيه للناس ديال ميلانو، النهار اليوم داز عندكم ثلج اخوان، وتحيه للثلج والناس ديال شمال ايطاليا اللي صب فيها الثلج بزاف اخوان. لذلك بحال ما العاده كنبغي نشكر جميع الناس اللي كتخلي لايك وما كتبخلش علينا بلايك وكتخلي التعاليق ديالها، والناس اللي ما مشتركش في القناه اشتركوا يا اخوان باش تبقاو توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. واخيرا يا اخوان كاين واحد الخبر اللي هو ممتاز وخبر الخير ان شاء الله من استرازينيكا. استرازينيكا هي ديك الشركه اللي كدير دابا حاليا واحد الجلبه، وعندها فروع في السويد، وعندها كذلك فروع في بوميتسي هنا في الطاليان حدا روما. بطبيعه الحال يا اخوان هذه الشركه هي اللي كان كيعول على الاتحاد الاوروبي لدرجه انه شرى منها 400 مليون جرعه، هذه الكوموند الاولى، وكانت امكانيه انهم يديروا طلبات اخرى. ولكن للاسف وقع واحد المشكل هو انه في التجارب السريريه كانوا كيعطيو الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، واكتشفوا انه واحد الناس عندهم حمايه اكثر من ناس اخرين. مشاو يشوفوا قبل انه كانوا كيعطيو لبعض الناس عندهم واحد نصف جرعه في الاول وكيعطيهم جرعه كامله في الثاني، والناس اللي كيعطيوهم جرعه كامله في الاول وجرعه كامله في الثاني ما كتكونش حمايه قويه. لذلك هما يكتشفوا بالخطا انه الجلبه ديالهم كتحمي بزاف، ولهذا السبب خداو وقت زائد باش يديروا بحوث اكثر، ما بغاوش يخرجوا الجلبه، قالوا اجي حنا غلطنا باش نعطيو الجرعات والخطا ديالنا كان فيه خير. علاش؟ اكتشفنا بلي انه ملي كنعطيو نص جرعه في الاول وجرعه كامله في الثاني كتكون الحمايه اقوى، لذلك خليونا نديروا البحوث كامله ديالنا. وفعلا داك الشيء اللي داروا، وغبروا لواحد المده زمنيه ديال تقريبا شهر ما كانتش اخبار كتجي. اليوم كيدوي باسكال سوريوت مع الصحافه الانجليزيه وقال بلي انه من المترقب انه الرخصه ديال هاد الجلبه غتعطى في الانجليز نهار الخميس الجاي، وابتداء من 4 في شهر 1 غتبدا تفرق ان شاء الله في الانجليز. بطبيعه الحال حنا دابا خاصنا نشوفوا الاتحاد الاوروبي او الوكاله ديال الادويه ديال الاتحاد الاوروبي امتى غتعطي الرخصه لهاد الشركه. او هاد الشركه اخوان على حسب ما قال المدير ديالها راه ليفيكاتشا ديالها يعني الحمايه ديالها 95%، واكد بالله انه كتمحي لدرجه 100% تضاعف الحالات الخطيره. لذلك نعطيكم مثال باش تفهموا احسن، وهذا الشيء راه جميع الجلبات كيجلبوا 100 شخص، 100 شخص ماشي كلهم غتحميهم الجلبه، كاين واحد 5% واخا غيجلبوا ممكن انهم يتعادوا والجلبه ما غدير لهم والو، ولكن في حاله ما انهم تعادوا غادي تكون ديك الجلبه غتعطيهم واحد الوقايه وما غتخليهمش يمشيو مثلا للانعاش. يعني كيف ما كان الحال الجلبه راه مزيانه، يعني 95% ما غيتعاداوش بتاتا، و5% يقدروا يتعاداو، ولكن لا تعاداو 100% ما غيمشيوش للانعاش وما غتكونش عندهم يعني ضيق في التنفس وما غيوصلوش لواحد الحاله كبيره. هذا الشيء بالمعنى ديالها. لذلك اخوان حنا غنتسناو دابا امتى غتعطى الرخصه لهذه الجلبه ديال استرازينيكا هنا في ايطاليا وفي اوروبا عموما. وبطبيعه الحال هذه الجلبه راه المغربي اخوان شاري منها 17 مليون جرعه،
يعني جلبة اللي معول عليها الاتحاد الأوروبي ومعول عليها حتى المغرب كذلك. نتمنوا خير إخوان ونتمنوا أنها تعطاها الرخصة من بعد ما أنه يقيموا الأمان ديالها والفعالية ديالها. البارح إخوان ومن بعد ما أنه نشرت الفيديو من وراء تسعود تم تصويت على القانون ديال الميزاني ديال 2021 في مجلس المستشارين. لذلك إخوان تصويتات كانت كالآتي: 298 برلماني صوتوا نعم، 125 صوتوا ضد القانون الميزانية، و8 امتنعوا عن التصويت. لذلك هذا القانون إخوان حاليا غايب شي المجلس المستشارين وخاص يصوتوا عليه لآخر مرة قبل نهار 30 في شهر 12، يعني قبل نهاية السنة. هذا قانون الميزانية يا إخوان راه كنتكلموا فيه 500 صفحة، 229 قانون، والميزانية ديالو راها 40 مليار ديال الأورو. في هذا 40 مليار يا إخوان سبعة تخصصات لسوق العمل، يعني الناس الخدمة وداك الشيء تخصصت لهم ميزانية كبيرة. وشنو هما هاد المساعدات؟ أول حاجة هو أنه الكاس انتيغراسيوني زادوا فيها 12 سيمانة لجميع الشركات وفابور، من غير أنه غيديروا الكاس انتيغراسيوني حتى الناس اللي عندهم بارتيتا إيفا. وكذلك داروا مساعدات باش الشركات يدخلوا الناس اللي عندهم قل من 35 سنة. إلا شي شركة دخلت شي شخص عنده قل من 35 سنة من هنا 2022، يعني نهاية 2022 غيكون عندها سكرافي ديال 3 سنين، يعني ما غتخلص الكونتريبوتي لمدة 3 سنين في حدود 9000 ديال الأورو. إلا كانت تحت 9000 راه ما غتخلص حتى شي حاجة 100%. هاد 9000 إخوان راهم 9000 أورو ديال الكونتريبوتي، ماشي 9000 أورو ديال الخلصة ديال الكونتريبوتي اللي هي حاجة مختلفة، ومستبعد أنه واحد الشخص اللي أوبيرايو وصل 9000 أورو ديال الكونتريبوتي. الا فاتت 9000 غتخلص الشركه داك الشيء ديال الكونتريبيوتي اللي فايت 9000، ولكن مستبعد جدا. في حين انه هاد 3 سنين الا كان داك الشاب اللي عنده قل من 35 سنه غتخدموا شي شركه في الجنوب راه غتولي 48 شهر، يعني 4 سنين. هذا الشيء كنعنيو به الكونطات اللي غيداروا في لابروتس، الموليز، الكامبانيا، بازيليكاتا، سيشيليا، بوليا، كالابريا، سردينيا، غتكون دي كونتريبيوتسيون، يعني غيحيدوا لهم الكونتريبيوتي لمده 4 سنين. حاجه اخرى اللي كتخص النساء ديال الجنوب، الشركات اللي غيخدموا النساء غتكون عندهم تمايز غرافيو والدي كونتريبيوتسيون ديال 100%. وفي باقي المناطق ديال ايطاليا غتكون كذلك اعانه للشركات اللي غتدخل العيالات اللي ما خدموتش في 24 شهر الاخر، يعني العامين الاخر. كذلك كنتكلموا على انه البلوكو ديال ليشينسيامينتي راه زادوا فيه حتى ل 31 شهر مارس. وحاجه اخرى اللي كيف ما قلت لكم راه 7 ملايير في 40 مليار خصوها غير سوق العمل. نمشيو نشوفوا الاعانات الاخرى. كيف ما قلت لكم في السابق كاين اعانات الناس اللي باغا تشري طوموبيل، وبطبيعة حالي إخوان الناس اللي بغات تشري الطوموبيل ديال الضوء أو أنها بغات تشري الطوموبيل ديال البنزينة الآخر موديل. كاينة حاجة أخرى ديال السوبر بونس، الناس اللي بغات تدير إصلاحات في البالاتسو كامل. ونقطة مهمة جدا يا إخوان، تكلمت لكم في السابق على أنه ممكن أنكم تديروا إصلاحات في البيت ديالكم والدولة غترجع لكم النص 50%. هاد النقطة غنعطيوها حقها اليوم يا إخوان، حيت الموضوع يقدر يهم بزاف الناس. وبالدليل وبالبرهان يا إخوان أنا راه مشيت سولت وغنوريكم الجواب الرسمي ديال واحد الشركة. إذن يا إخوان هاد الصورة واخا هكاك غير تعبيرية باش نهضروا في الموضوع مزيان، حيت موضوع صراحة يقدر يهم بزاف المغاربة. الناس اللي بغات تصلح الدار ديالك كاينة إمكانية، وغنوريكم الدليل يا إخوان من بعد. أول حاجة قبل ما نبدا الشرح يا إخوان ونصيحة من ذهب، الناس اللي بغات تسلك هاد الطريق ما تمشيوش بوحدكم في هاد الطريق. يعني إلا كنتي باغي تستافد وباغي تصلح الدار ديالك سير استعن بشخص اللي هو يكون مرشاليست، خبير ضريبي، او شخص اللي هو افوكاط ومحامي، اللي هما غيعاونوك في هاد الطريق يا اخوان. حيت الا مشيتي بوحدك تقدر مثلا عاد دير خطا بسيط في الملء ديال الاستماره ديال البونيفيكو اللي غتصيفط للشركه، هاد الشيء يقدر يحرمك من الاستفاده. اعتمدوا على ناس اللي هي خبيره في هاد القوانين غتخلصوها بواحد الدويشانط ولا تريشانط، ولكن غتكلف لكم جميع المسائل اللي هي اداريه. كاين امكانيه انك تصلح الدار ديالك والدوله ترجع لك النص. نعطيكم مثال، بغيتي تصلح هاد الدار هادي وغادي تخسر 20 مليون، غناخذ الرقم ديال 20 مليون. الدوله غتقول لك انت خسرتي 20 مليون، هاد الشيء راه مديكلاري بالفاكتوره بكلشي. واشنا هو اللي زوين بانك ديكلاري؟ هو انه عندك الغارانتي. الا جات شي شركه وصلحت لك ب 20 مليون راه كيبقى عندك الغارانتي في اي حاجه قاستها، يعني في الضوء، في الماء، في الغاز، في اي حاجه عندك فيها الغارانتي لواحد المده زمنيه طويله. لذلك اخوان ملي كتكون الحاجه ريغولاري ماشي بحال واحد جا دارك الخدمه نيرو. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو انه الا بغيتي تصلح الدار ب 20 مليون الدوله غتقول لك اوكي انت صلحتي الدار ب 20 مليون انا غنرجع لك النص. النص ديال 20 مليون هي 10 المليون، هذيك 10 المليون انا غادي نقسمها لك على 10 سنين وغنبقى كل عام نعطيك 1000 اورو. هاد 1000 اورو غتبقى تاخذها في 6 طريطه. ولكن حبس 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 حبس، غتقول لي لا هذا الشيء طويل بزاف وانا ما باغيش نبقى نتسنى 10 سنين. في القانون ديال ديكريتوري لانش اللي دار كونتي اخوان في شهر 8 دار الامكانيه ديال انه، لاحظوا مزيان،
الحل الاول هو اللي قلت لكم، تاخذها على 10 سنين مفرقه في 6 تطرينط. هذا الحل ما يعجبش بزاف الناس. كاين الحل الثاني هو انك تقلب على شركه ديال لك الاعمال ودير لك سكونتو فاتوره، يعني هذيك 50% غديرها لك في الفاكتوره. في حين انه كاين الحل الثالث، الحل الثالث يا اخوان هو انه تمشي عند واحد البنكه وتقول لها شوفي انا راه صلحت الدار ديالي، هذا الشيء قبل ما تصلحوا سيروا تشاوروا مع البنكه، صلحت الدار ديالي عندي 50% ديال الخصم الضريبي، انا غادي نعطي المول الشركه اللي غادي يدير لي يبني 50% يعني 10 المليون و50% بغيتك انت تمشي تاخذها من عند الدوله. لذلك البنكه غتقول لك في بعض الحالات، وماشي جميع البنكات كيقبلوا بهذه الشروط اخوان، تقدر تقول لك نعم انا غنمشي ناخذ 50% ولكن غنشريها من عندك بثمن اقل. لذلك هذيك 10 المليون اللي انت غتعطيها للبنكه غتقول لك لا انا غنشريها من عندك بتسعود. في هذه الحاله انت غتضطر تعطي المول الشركه 11 مليون وتسعود غتعطيها للبنكه، غتمشي تاخذها من عند الدوله وغتاخذ 10 المليون مع الدوله. الرباح ديال البنكه هنايا هو هذاك 1000 اورو اللي زيداها. واش حلال ولا حرام يا اخوان ما عرفتش هذه القضيه، ولكن كاين جوج حلول اللي هما حلال، ديال 6 طرينط على 10 سنين وديال انك تمشي تشوف واحد الشركه اللي دير لك سكونتي فاتوره. اجي نشوفوا الجواب الرسمي اللي قلت لكم انا اليوم. البارح يا اخوان مع 12 ونص ديال الليل داز واحد الاشاره في التلفازه، دازت هاد السيده كتقول لك حنا راك واحد الشركه وعطات الاسم ديال الشركه ديالها وقالت المهم الا بغيتوا ديروا الاصلاحات ديروا الاصلاحات وحنا كنديروا لكم سكونتي فاتوره. هذاك اللي تكلمت لكم عليه دابا، يعني الشركه كتقوم لك بالاعمال وكتقول لك غنديروا لك سكونت في الفاكتوره وانت غتعطينا غير النص ديال الفلوس والنص غنمشيو ناخذوه حنا من عند الدوله. بطبيعه الحال كدير شحال من متر عندك في الدار؟ عندي 88. اشنو باغي تبدل؟ قلت لهم مثلا باغي نبدل ديال الغاز ليمبيانطو ديال الضوء من ليمبيانطو ديال الماء، وكاين امكانيه انك دير حتى ليمبيانطو ديال السكالدامينتو لو بغيتي تبدلو مثلا. كيقول شحال عندك من بانيو وشحال من حاجه مكتوبه، لذلك كتعمر واحد المودول اللي هو قصير صراحه درت فيه قل من دقيقه، كدير الايميل ديالك والنمره ديال التليفون وكتصيفط. من بعد دقائق قليله صيفطوا لي هذا البريفنتيفو فيه 19 مليون وكيقولوا لي جميع الشروط اشنو داخل فيها، بلا هما كيريبوا كيحيدوا كل شيء، يعني اي حاجه متعلقه بهذا الشيء اللي تطلبتي غيديروا لك القوانين ديالو. وفي اخر هذا الايميل كيقول لك شوف انت عندك الحق في الديتراكسيون فيسكالي وغنديروا لك سكونتي فاتوره لذلك ديال 50% وغادي تخلص غير 9721. وكيف ما كتشوفوا معايا اخوان هادو الا بغيتهم من غدا مثلا يخدموا لي في الدار غادي نعيط ليهم وغادي نقول لهم اوكي. ولكن انا نصيحه اللي نقول لكم يا اخوان هو انه شوفوا شي شركه وشوفوا شي بنك احسن، حيت بطبيعه الحال غادي تخليوا البنكه منها للدوله وانتم غتجي الشركه تقضي لكم الغراض وتخلصوها وتمشي بحالكم وغتبقاو هانين. هاد الشركات اللي غيديروا معكم هاد الخدمه غيزيدوا عليكم واحد شويه وربما الخدمه تكون غاليه شويه. لذلك يا اخوان كيف ما شفتوا معايا السكونتو راه كاين، حاولوا تسولوا على ريوسكم والناس اللي بغات دير اصلاحات. الا درت اصلاحات ب 10 المليون راه تقدر تصلح الدار كامله من غير انه كاين البونو ديال الروبينيات ديال الدوتشا ديال انك تبدل حتى السانيطاريه لافابو تبدل الباطر تبدل كذلك البيداي، يعني كاين بزاف د الحوايج اللي تبدلوا في الدوش ولا الروبينيات ديال الكوزين وداك الشيء وعندك واحد البونص ديال 1000 اورو. لذلك اخوان هاد السنه القادمه راه احسن فرصه باش تبدلوا بزاف د الحوايج في ديوركم. ما بين القوانين اخوان اللي دخلات في قانون الميزانيه وغتكون السنه القادمه ان شاء الله هو يا لا سينيون كوبريفيلي، وغادي نحاول نسطر على واحد النقطه هنايا. بزاف الناس كتسول واش من حقي انني ناخذ لا سينيو فاميليار على ولادي اللي في المغرب؟ الجواب هو يا نعم وفي نفس الوقت لا. علاش نعم وعلاش لا؟ غنقول لكم علاش لا. لا حيت ايطاليا ما دايرش اتفاق مع المغرب باش الناس اللي هنايا في الطاليان تستافد بلا سينيو فاميليار في المغرب. كاين اتفاقيه مع تونس، الناس اللي التوانسه اللي ساكنين هنايا ممكن انهم يستافدوا بلا سينيو فاميليار على ولادهم حتى ولو هما ساكنين في تونس وما عمرهم جاوا للطاليان. نعم علاش نعم؟ نعم حيت كاينين بزاف الناس وكانوا ساكنين معايا جوج ديال الناس مغاربه اللي ولادهم في المغرب كيمشيو يجيبوا الاوراق ديال ولادهم عقد الزياده وبزاف المسائل كيترجموهم كيجيو لاجنسيه ديال الانتراطي كيدفعوا ليها هذوك الوراق وكيطلبوا الكود الشي فيسكالي، لوقات اللي كيخرج لهم الكود الشي فيسكالي كيدفعوه الباترون ديال الخدمه وكيوليو ياخذوا لا سينيو فامياري، او انهم كيتسناو حتى ل 630 وكيدخلوا الكود الشي فيسكالي في الدوماندا ديال 630 وكياخذوا الفلوس على ولادهم ديال لا سينيو فامياري. كيف ما كتشوفوا يا اخوان قانونيا راه ما كاينش الاتفاقيه ما بين ايطاليا وما بين المغرب انه الناس المغاربه اللي قاطنين هنا في ايطاليا يستافدوا على سينيو فاميليار على ولادهم اللي عايشين في المغرب خلافا بتونس. ولكن في نفس الوقت كيف ما كتشوفوا في التطبيق راه التطبيق ديال القوانين حاجه اخرى، الى الواحد مشى دار الكود شي فيسكالي ممكن انه يستافد، ولكن واش دابا حاليا في هذه الفتره غادي نستافدوا الى مشينا درنا الكود شي فيسكالي لولادنا وطلبنا لا سينيو فاميلياري؟ الجواب هو لا. علاش لا؟ حيت بطبيعه الحال الى مشيتي باش تطلب هذه الاوراق غير تمرميده وتكرفيصه وترجم وجيب الاوراق وتدفعهم وغادي تاخذ غير 6 شهور ديال لا سينيو فاميلياري، حيت من بعد غيخرج لا سينيو اونيكو بريفيلي يعني هذاك الشيك ديال الاطفال اللي هو من بين الشروط ديالو باش تستافد منه خاص الدراري يكونوا ساكنين هنا في الطاليان. لذلك غتمشي ترجم اوراق وتجي تدفعهم باش تستافد من لا سينيو فاميلياري وغيسكادي لا سينيو فاميلياري غيتمحى ما غيبقاش في شهر 6 ديال السنه القادمه، غيجي في بلاصتو في شهر 7 لا سينيو اونيكو بريفيلي.
هذه أول حاجة. ثاني حاجة للسنيوري كوبرفيلي باقي لحد الساعة ما تكتبش، حيت ما غيدخل الحيز التنفيذ حتى شهر 7 ديال 2021، ومن هنا لتمايا غيحاولوا يكتبوا القانون. هذا الشيء إلا كتبوه ولا ما داروش بحال كيف ما كيديروا ديما، كيجيو حتى اللحظة الأخيرة ويبداو يكتبوا، لذلك غيوصل الشهر 9 باش يبداو يجريو. لذلك يا إخوان لحد الساعة راه حاط لي الفلوس في قانون الميزانية، ولكن شحال ديال القيمة ديال الشيك راه باقي ما تعرفاتش. اللي معروف هو أنه غتحيد بزاف الإعانات للعائلات باش يحطوها في واحد الصندوق باش يدعموا هذا الشيك ديال الأطفال. حاجة أخرى اللي غتبقى هو البونس بيبي، غيبقاو يستافدوا منه العائلات طوال السنة القادمة، ما غاديش يحيدوه، غتبقى الناس تستافد من البونس بيبي وفي نفس الوقت من لاسانيوني كوبريفيلي. آخر معلومة غنعطيكم في هذه الفقرة إخوان هو أنه السيد اللي قدم هذا القانون ديال لاسانيوني كوبريفيلي هو ديريو من الحزب الديمقراطي. عرفتوا شحال عندهم من ولد يا إخوان؟ هو والزوجة ديالو، يعني ما مزوجش أكثر من مرة، غير زوجة واحدة ولد معاها 9 ديال الأطفال. لذلك يا إخوان ربما دابا فهمتوا علاش هذا السيد قدم هذا القانون. فيما يخص إخوان السفر في المستقبل إن شاء الله والجلبة اللقاح، أشنو العلاقة اللي غتكون بيناتهم؟ واش غيكون بالصح خاصهم يطلبوا من الواحد اللي بغى يسافر الجلبة ولا لا؟ لذلك إخوان غنتكلموا على فهاد المقال اللي قالوا الكوريير ديال السيرة على أشنو كيوجدوا بعض الدول وبعض الشركات ديال الطيران، وكنعاود نأكد لكم بأنه حاليا ما كاين حتى شي حاجة رسمية، كنأكد عليها باش بنادم ما يتخلعش، ما كاين حتى شي حاجة رسمية، غنشوفوا غير احتمالات وبروجيات اللي خدامين عليهم الشركات. لذلك اخوان كاينه خدمه لحد الساعه راه حتى شي حاجه رسميه، ولكن غنشوفوا اشنو كيوجدوا. اول حاجه غنقولوا هو بانه على حسب ما كيكتب الكوريير ديال السيره مستقبليا ربما ما يبقاش كافينا الفيزا والباسبور والبيي ديال الطياره، ربما غادي نحتاجوا كذلك واحد الشهاده ولا واحد لابليكاسيوني اللي تقول لنا واش حنا جالبين، هذه اول حاجه، او اننا الا ما كناش جالبين عندنا تحليله وهي نيجاتيف. بطبيعه الحال اخوان حاليا كنتكلموا على انه واحد العشرات ديال الشركات ديال الطيران في العالم كامل اللي انخرطت في هذه الخطه ديال انه غيكون واحد التطبيق على الهاتف اللي غيورينا واش حنايا جالبين ولا حنا عندنا الطامبوني التحليله. وكنتكلموا كذلك على انه اكبر جمعيه ديال المطارات في العالم واللي هي كتضم اكثر من 2000 مطار في العالم، اكثر من 2000 مطار في العالم اخوان، انخرطت حتى هي اخوان في هذه العمليه. لذلك كنهضروا على انه حاليا كاين 4 تطبيقات اللي كيطوروا فيهم، والخدمه غتكون ديالهم هو انه تيح لنا اننا نطيروا في بعض الطيارات او اننا ندخلوا لبعض الدول. ولكن كنعاود ناكد على حدود الساعه ما كاين حتى شي دوله خدات شي قرار رسمي في هذه القضيه، من غير انه استراليا قالوا بلا انه الشركه ديال الطياره ديال استراليا قالت ممنوع انك تطلعوا الطياره ديالنا الا لك تجالبين، والوزير ديال الصحه ديال استراليا قال بلا انه باش تدخل استراليا هي تكون جالب وتدخل حر او انك تجيب الطامبون التحليله، وفي هذيك الحاله غدير 14 يوم ديال الكورانتينا. لذلك اخوان من غير استراليا ما كانت حتى شي دوله قررات. 4 البروجيات اللي كاينين هو كالاتي. البروجي الاول اللي غنتكلموا عليه اخوان هو واحد الباسبور ديجيتال، يعني غنتكلموا على واحد التطبيق اللي غيكون متصل بالمعلومات ديالنا الشخصيه واللي غيخلي انه سبيطار او انه مصحه خاصه غدير لنا التحليله تقول لنا واش هاد السيد دار التحليله، الى نوع ديال التحليله، واش التحليله العاديه او التحليله السريعه، واش طلعت ليه بوزيتيف ولا نيجاتيف. ملي غتجي للمطار غتوريهم ليهم وغيشوفوا واش التحليله بوزيتيف ولا نيجاتيف باش يخليوك تطلع، هذه اول حاجه. وفي حالة ما انه كان الواحد جالب غتقول لنا بلا انه هاد السيد راه جالب وبلا راه حر ويقدر يتحرك فيما بغى. التطبيق الاول يا اخوان سميتو كومون باس اللي من خارطه فيه، مثلا جيت بلو، لوفتانسا، سويس انترناسيونال ايرلاينز، فيرجين اتلانتيك اللي هما شركات معروفه، وايرلاينز يعني شركات كبار، من غير انه الجمعيه اللي كتضم اكثر من 2000 مطار في العالم. هاد الشركات وهاد المطارات اللي ذكرت دابا يا اخوان راهم الخارطين في التطبيق ديال كومون باس. ثاني حاجه كاين واحد التطبيق اخر سميتو ترافل باس، كاين تطبيق اخر اللي سميتو ديجيتال ايرت باس، اللي صراحه يا اخوان هاد التطبيق غيولي يستعمل في المطارات، غيستعمل في السهرات، وغيستعمل كذلك في مباريات كره القدم. هذا تطبيق يعني شامل، في حين انه كاين واحد اخر اللي سميتو اوكي باس، وبطبيعه الحال اخوان ما غنطرقوش ليهم كاملين. المخاوف اللي كاينه حاليا هو انه لحد الساعة ما كاينش واحد الاتفاق على مستوى الدول العالمي إخوان في خصوص هاد التطبيقات، وما كاين حتى شي دولة معترفة بهاد التطبيقات رسميا. ولكن الخطر اللي يقدروا يطيحوا فيه هو أنه بنادم يتوضر وما يبقاش عارف أشنو خاصو يدير باش يعني يسافر، هذه أول حاجة. ثاني حاجة خايفين هاد التطبيقات تكون فيها واحد شوية ديال التمييز، غيكون التمييز في وجوه الناس اللي ساكنة في بلدان فقيرة، يعني بلدان ديال إفريقيا وبلدان ديال جنوب أمريكا وبلدان ديال آسيا اللي التجربة ما غتوصلش عندهم دغيا، وغيتعطل في الجلبه، لذلك غيكون الناس اللي ساكنه في هذيك الدول ما تقدرش تسافر. هذا اول تمييز اللي يقدر يكون. ثاني تمييز هو التمييز اللي ضد الشباب، الشباب حيت ماشي هما اول ناس غيجلبوا، ولا دار هذا الشيء اخوان ما غيمكنش لهم انهم يجلبوا دغيا، وغيكون عندهم واحد التمييز ضدهم. لذلك اخوان كنعاود نذكركم بانه هذا الشيء كلهم اقتراحات وبروجيات اللي خدامين عليهم،
لحد الساعة والحدود الساعة ما كاين حتى شي حاجة رسمية. كنعاود نأكدها مشينا البارح اخوان الصداع ناض على ديلو كامل بعد ما انه جلب وما كانش عنده الحق انه يجلب، وبزاف الناس قالت ليه اي سلطات ولا فيله، يعني نقصتي الصف ومشيتي جلبتي بدون ما انه يكون عندك الحق. وطبيعة الحال اخوان كاين انتقاد كبير من بعد ما انه واحد الفئه من الشعب، يعني الشعوب كامله ديال العرب ولا ديال الايطاليين ولا فيما كنا، كاين واحد الفئه ديال الناس اللي هي عندها عقليه المؤامره كتقول لك وهاد الجلبه يجربوها في السياسيين هما الاولين، وهاد السياسيين خاصهم هما اول وحدين يجربوا فيهم الجلبه. من السياسيين ناضوا جلبوا قالوا لهم الا على جلبتو كديروا استغلال السلطه. لذلك اخوان كيف ما درنا وحنا فهاد النقطه ديال الجلبه والسياسيين اخوان، كان كذلك الرئيس ديال التحرير ديال الكوريري ديال الصيرة طلب من رؤساء ديال الاحزاب انهم يديروا واحد المبادره جماعيه ويمشيو يجلبوا كاملين وياخذوا الصوره. ولهذا النداء ديال الرئيس ديال كوري ديال سيرا جاوبوه ثلاثه رؤساء الاحزاب اللي هما زينغاريتي رئيس الحزب الديمقراطي، رينسي رئيس ايطاليا فيفا، وبيرلسكوني رئيس فرصه ايطاليا. بثلاثه يا اخوان برسائل قصيره كما كتشوفوا معايا صيفطوا رساله لكوري ديال سيرا، وبخلاصه القول يا اخوان قالوا بانهم حنايا راه مع هذه المبادره ومستعدين اننا نديروها، واي حاجه واي مبادره تقدر انها تخلينا نتهناو من هذا الفيروس اللي ديجا قتل بزاف الناس، اللي ديجا عطانا واحد اضرار اقتصاديه كبيره، اضرار اجتماعيه كبيره، اي حاجه ممكن اننا ننفذوا بها المجتمع الايطالي حنا راه الاشاره. لذلك اخوان هاد ثلاثه راهم قالوا اوكي، لقيت اللي غتولي نوتهم غادي يتجمعوا بثلاثه وغيمشيو يجلبوا بثلاثه وغيتصوروا. وحد الادجورنامينتو اخوان اللي غنديروا من بعد ما انه سجلت يعني هذا الخبر، سياسيين اخرين كيجاوبوا الكوريا ديال السيره، منهم كريمي رئيس الحزب ديال الحركه خمسه النجوم، كذلك عندنا توتي اللي هويا من الحزب ديال سيلفيو برلوسكوني وهو رئيس ديال ليغوريا، كلهم يا اخوان هادو كيجاوبوا بنعم غادي نجلبوا وقبلوا بالاقتراح ديال الرئيس ديال كوريا ديال السيرة، في حين انه سالفيني ولا ميلوني رفضوا هذا القرار ورفضوا هذا الراي. والجواب ديالهم كالاتي، سالفيني قال لهم بلا عير اليوم مشيت تبرعت بالدم، هذه اول حاجه، وما عنديش مشكل انني نجلب، ولكن ما باغيش نقص الصف ديال الناس، غادي نجلب الوقيته اللي غادي يكون ممكن والوقيته اللي غايقول لي الطبيب ديالي خاصك تجلب. في حين انه جورجا ميلوني قالت لهم لا انا ما باغيش نقص لا فيله وباغي نحترم الصف، والوقيته اللي غتجي نوبتي غادي نجلب. في نفس الوقت كنظن بلا انه السياسيين ماشي احسن طريقه باش نقنعوا الايطاليين انهم يجلبوا، وخير داري القضيه ديال ديلوكا رئيس ديال كامبانيا، لذلك حتى هي رفضت اخوان. لحد الساعه عندنا جوج الاحزاب اللي هما رفضوا، وهذا الشيء كان متوقع يا اخوان. فيما يخص ايطاليا يا اخوان، اليوم الثاني على التوالي كتسجل قل من 10000 حاله، وهذا الشيء بطبيعه الحال راجع بالاساس لانه العدد ديال التحاليل قلال بزاف. لذلك اليوم كنسجلوا 8585، العدد الاجمالي ديال الحالات في ايطاليا راه كيفوت 2 مليون، العدد ديال الناس اللي توفات في اخر 24 ساعه راهم 445، والعدد الاجمالي ديال الناس اللي توفات في ايطاليا راهم 72370، الناس اللي تشافات في اخر 24 ساعه راهم 14675، في حين انه الناس اللي بوزيتيف ومازال كتلقى العلاج راه 575000، اي بناقص 6539 شخص مقارنه بالامس. في حين انه العدد ديال التحاليل كيف ما كتشوفوا اليوم درنا 68000 تحليله مقارنه بالامس اللي كانوا 59000، والنسبه راها كتنزل شويه. الى البارح كنا كنلقاو 15 شخص بوزيتيف في كل 100 تحليله كنديرو، اليوم كنلقاو ما بين 13 حتى 12 شخص بوزيتيف في كل 100 تحليله كنديرو، في حين انه الانعاش كينقسم منه 15 شخص، والعدد الاجمالي ديال الناس اللي في الانعاش راهم 2565، والناس اللي في المستشفيات كيتزادوا ب 361 شخص، والعدد الاجمالي حاليا في المستشفيات راهم 23932 حاله. في حين انه توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي، غنمشيو نشوفوا غير المناطق اللي فيهم اكثر من 500 حاله يا اخوان. لذلك عندنا لومباردي فيها 573، الفينيتو 2782، كذلك ليميليا روماني فيها 750، لاتسيو 966، سيشيليا 650، والبولي اللي فيها 645، في حين انه باقي الجهات فيهم اقل من 500 حاله. فيما يخص الحاله الوبائيه في المغرب فهي كالاتي، في اخر 24 ساعه كنسجلوا 950 حاله، العدد ديال الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم راهم 8628، في حين انه الناس اللي يعني تشافات في اخر 24 ساعه راهم 1515 شخص، العدد ديال الناس اللي توفات الله يرحمهم 32 شخص، والعدد ديال الناس اللي كتلقى العلاج راهم 26182. توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي، الرباط سلقنيطره 315، دار بيضاء 1678، طنجه تطوان الحسيمه 139، سوس ماسه 83، وباقي الجهات يا اخوان كيف ما كتشوفوا راه فيهم قل من 100 حاله. بهذا يا اخوان كون وصلنا لاخر الحلقه، تهلاو في ريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.